بكل فخر واعتزاز وإرادة نزف إليكم خبر استشهاد مجموعة من الإعلاميين والعاملين في قناة الإخبارية الشجاعة. جرح لن ينسى، كتب ورسم في القلب بصمة تشهد بأنها كانت وستبقى شوكة في حلق كل من أراد لسوريا الخراب والدمار. والدليل على ذلك أنها لا تزال مستمرة في نشر الحقيقة وبثها على مدار الساعة. في مثل هذا اليوم كانت الفاجعة هجوم مركز على قناة الإخبارية السورية، راح ضحيته 3 زملاء بالإضافة لعناصر من مفرزة الحرس. لما بدي أتذكر تفجير الإخبارية بتذكر زيد اللي اتصلت فيه أنا قبل استشهاده، اتصلت بعد استشهاده بنص ساعة ورد علي شخص قال لي صاحب هذا الجوال استشهد، كان مفروض أني التقي فيه أول شيء الصبح بدي روح يعني شوفه بالأول. فهي ذكرى أليمة لأنه كل الشهداء اللي راحوا كانوا هني يعني من زملائنا، كان ممكن نكون إحنا محلهم. ونتمنى إن شاء الله أنه الأيام القادمة نرجع نستعيد الحياة، نستعيد أيام الهنا، نستعيد أيام الرضا، أيام النعمة اللي كنا عايشينها قبل الأزمة، أيام الخير والهدوء والاستقرار والأمان. وإن شاء الله يكون دم الشهداء اللي قضوا بهالمرحلة يكون يعني خلص ختام لمرج زهور جاي بالمستقبل إن شاء الله. لما بذكر التفاصيل بحس قديش كان حدث جلل اللي صار بالإخبارية، وخاصة بأنه إحنا ما فقدنا فقط مكان أسسنا فيه كتير، انتمينا له بالروح وبإيماننا برسالتنا، افتقدنا زملاء لألنا عطوا حياتهم لحتى تبقى الإخبارية ونبقى نحن ما وقفنا بمكاننا، أخذنا دفع لنستمر للأيام الجاية من خلال تفجير الإخبارية. الإخبارية السورية كانت هذا الجزء اللي يتعرض للتدمير مثل ما تعرض الكثير من مفاصل الدولة السورية للتدمير، مثل ما كثير من مفاصل الدولة السورية هي استمرت بالعمل، ما توقفت صيرورة العمل نهائيا، بالعكس لا، نحن بنينا على الشيء اللي تهدم وزادنا هذا الشيء إصرار على أنه نحن نتابع المسيرة كرمال عيون الشهداء. يعني نحن هني تركوا أمانة بأعناقنا، فنحن لازم نكون الأقدر على صون هذه الأمانة ونتابع المسيرة. مجرد ما دخلنا على قاعة الأخبار نيوز روم بالإخبارية السورية هنلاقي صورة زميلتنا الراحلة الشهيدة يارا عباس، فمجرد ما شفنا صورتها وطلعنا بعيونها وأنه قرينا اسمها رح نتذكر شهداء اللي قدموا الدم مقابل حصول الحقيقة. نحن هون كلنا كخلية، نحن كفريق واحد في الإخبارية السورية والإعلام الوطني، والإعلام يلي هو مع الإعلام الوطني ومحبة الوطن، طالما في هناك إعلام بيحب الوطن بيحب سوريا فهو بيصب ضمن هذا المنحة، أكيد في متابعة للنجاح للصمود لأيضا إكمال المشوار مع إنجازات الجيش العربي السوري. نعم، طالتهم يد الإرهاب لتسكت الصوت المسموع، صوت الحق، لكن إرادة وقوة التصميم لدى كوادر الإخبارية السورية كان أقوى، واستطاع أن يثبت على مدى سنوات الحرب بشاعة هذا الإرهاب الباطل من خلال مراسليها الحربيين في كل شبر على أرض سوريا ونقلها بالصوت والصورة انتصارات الجيش العربي السوري وتحرير المخطوفين في كل رقعة طالتها يد الإرهاب. قناة الإخبارية السورية هي قناة الشهداء، نحن بنفتخر بهذا الشيء. يمكن أول ما جينا على الإخبارية كان نصيبنا أنه نواجه الهجمة الإعلامية والهجمة الإرهابية ونتصدى خلف الجيش مع الجيش العربي السوري لهي الهجمة الإرهابية. شهداء الأوائل بالإخبارية كانوا مثل النبراس، هن اللي كرسوا الشهادة، معنى الشهادة بصراحة وصل يعني مرحلة كان كل فريق الإخبارية بعام 2012-2013-2014 هو مشروع شهيد. نحن كلنا مكملين بهي الرسالة من سيرة الإعلام الوطني بالإخبارية السورية اللي هي حملت راية من رايات الإعلام الوطني وتحول العمل فيها اليوم إلى قضية، إلى إيمان عم نتبناه نحن كلنا اليوم بسلوكنا اليومي ورسالة عم نأديها، وكلنا لو تطلب منا الأمر نحمل شهادة حياة وشهادة حتى الموت في سبيل الوطن والإخبارية. بذكرى تفجير الإخبارية السورية بدي أقول الرحمة لشهداء الإعلام السوري، لشهداء سوريا ولشهداء الإخبارية السورية. إن شاء الله نكون قدرنا نوصل الرسالة ودمهم ما حيروح هيك أكيد. ريم، يقال
الضربة التي لا تقتل تقوي، وها هي الإخبارية السورية اليوم عادت مباشرة بعد المأساة، لملمت جراحها وجعلت من دموعها وحزنها على أحبائها طاقة انطلقت بها لتكمل رسالتها وتبلغ هدفها.